اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله صحفيه جديده مع ابرز ما جاء به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. نبدا جولتنا بصحيفه الاهرام ونطالع منها هذه العناوين. الرئيس السيسي وملك الاردن يشكلان مجموعه عمل لمواجهه تحديات المنطقه. خلال محادثات شكري بموسكو، روسيا تدعم مشروع القرار العربي حول ليبيا. محافظ جنوب سيناء يقول للاهرام استعدادات شامله في شرم الشيخ للمؤتمر الاقتصادي. ووزارة البترول تقول ضخ كميات إضافية من البوتاجاز خلال الفترة القادمة. ومن جانبها كتبت صحيفة الجمهورية اتفاق مصري أردني على مكافحة الإرهاب عقب اجتماع مشترك مع محلب. رئيس وزراء ليبيا يؤيد مقترح السيسي بتشكيل قوة عربية لمواجهة الإرهاب. وصول 2430 مصريا لمنفذ السلوم ومستشفى ميداني لاستقبال الحالات الطارئة. الرئيس السيسي يلتقي رئيسي شركتين عالميتين للتحضير للمؤتمر الاقتصادي وتشجيع الشركات العالمية الكبرى لزيادة استثماراتها في مصر. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: وزير الخارجية يصل الصين في زيارة تستغرق يومين. محلب يصدر قرارا بإعفاء المصريين العائدين بمنفذ السلوم القادمين من ليبيا من رسوم الدخول. قنابل الإرهاب تطارد المصريين، قتيل واحد عشر مصابا في 6 انفجارات بالجيزة وإبطال 8 عبوات أخرى بالقاهرة. عودة الدوري الممتاز لكرة القدم في 22 من مارس المقبل. ونطالع في عناوين صحيفة الشروق. محلب يقول مصر تقف مع ليبيا وتساند الحكومة الشرعية في طبرق. وشكري يقول الأمن القومي عنوان القمة العربية المقبلة. أما في الشأن الحالي فنقرأ رفض الطعن المقدم من أحمد عز على عدم قبول أوراق ترشحه لمجلس النواب. والكهرباء توافق نهائيا على إنشاء محطة كهرباء خاصة تعمل بالفحم. الصحة تقول رفع أسعار السجائر يوفر 1.7 مليار جنيه للتأمين الصحي. ومن صحيفة الوطن نطالع هذه العناوين: بعد زيارة ملك الأردن لمصر، هل يحدث تحالف بين البلدين لمواجهة تنظيم داعش؟ وزير الخارجية يقول السيسي يزور روسيا قريبا لتلبية دعوة بوتين. وصول رحلة جديدة من مطار جربة التونسي وعلى متنها 263 مصريا. الدكتور مجدي يعقوب يوقع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لتطوير جراحات القلب في مصر. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتؤكد ارتفاع درجة الحرارة اليوم. نتحول مشاهدينا الكرام إلى الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ومنها نقرأ: الرئيس السيسي في السعودية خلال اليومين المقبلين. مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر يبحث نقل الحوار إلى تعز، وجنوبيون يطالبونه بتبني الانفصال. داعش يحطم آثارا آشورية مهمة في متحف الموصل، ووزارة الآثار العراقية تقول التنظيم باع قسما كبيرا لإسرائيل. ونقرأ أبرز ما جاء في صحيفة البيان الإماراتية: رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني يدعم تشكيل قوة عربية ضد الإرهاب. والسلطات التونسية تستنفر على الحدود الليبية. مقتل قيادات في داعش بضربات جوية. والقوات الكردية تحرر 10 قرى. الرئيس السوداني عمر البشير يقول لن أرحل إلا إذا رفضني شعبي. أما صحيفة الحياة اللندنية فقد جاءت أبرز عناوينها كالتالي: السفير السعودي لدى اليمن يمارس عمله من عدن. طائرات التحالف تشن 14 غارة ضد داعش في العراق وسوريا. منظمة أوكسفام الدولية تقول إعادة إعمار غزة قد تستغرق قرنا ما لم يرفع الحصار. واشنطن تحذر رعاياها من ارتياد المراكز التجارية في العاصمة الأردنية عمان بعد تلقي معلومات تفيد بأن المراكز قد تكون مستهدفة. ومن صحيفة الرأي الكويتية نطالع: الجيش اللبناني يسيطر على ثلثين استراتيجيين في الممتدة من رأس بعلبك إلى عرسال وجرود وحدودها، وذلك بعد اشتباكات طاحنة. تونس تؤكد قدراتها على صد أي هجوم فصائل أمنية لتأمين حدودها. هجوم بري ضد داعش في العراق وسوريا بمشاركة 30,000 جندي عربي وغربي. إيران تنفق 35 مليارا سنويا على الأسد.
ومن صحيفة الوطن السعودية نرصد هذه العناوين: قمة سعودية مصرية تناقش الإرهاب، واليمن وسياسيون يقولون اللقاء يستهدف بلورة إجماع عربي لمواجهة التحديات المعارضة السودانية، والمعارضة السودانية ترفض الاعتذار للبشير مقابل الإفراج عن المعارضين البارزين. الناتو يقول وضع ليبيا رهيب واستعدادات لتقديم الدعم للبلد الغارق في الفوضى. وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يقول هزيمة موصل باتت قريبة. وننتقل إلى الصحف العالمية التي سلطت الضوء في عناوينها الرئيسية على تنظيم داعش الإرهابي. نبدأ بصحيفة USA Today الأمريكية، والتي قالت في عناوينها: جون الجهادي بعد الكشف عن هويته، الاضطهاد أجبره على التطرف. الولايات المتحدة وكوبا تبذلان جهودا جديدة نحو إقامة علاقات طبيعية. كيري يستفهم حول رأي نتنياهو في المحادثات النووية. المتمردون في دونتسك يستحوذون على ترسانة أسلحة. ومن عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ: داعش تستهدف المسيحيين الأشوريين بسوريا وتدمر الآثار الفنية القديمة بالعراق. دبلوماسي صيني يقول على الغرب أن يراعي المخاوف الأمنية الروسية أكثر من الأوكرانية. ديون أوكرانيا عن وارداتها من الغاز الروسي تفوق 15 مليون دولار. بعد فتح التحقيق من جديد، بن لادن ساعد المدانين في تفجيرات شرق إفريقيا عام 1998. ومن صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية نقرأ: مسلح في كوريا الجنوبية يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر. بعد وفاة المدعي الغامضة، إسقاط القضية الجنائية ضد رئيسة الأرجنتين. الخاطفون النيجيريون يطلبون فدية مقابل إطلاق سراح المبشرة الأمريكية. روسيا تشارك في اجتماع الاثنين لبحث خلافها مع كييف حول الغاز. أما عناوين صحيفة واشنطن بوست فجاءت كالتالي: عائلة ساتلوف الصحفي الأمريكي الإسرائيلي تنتظر محاكمة الجهادي جون جلاد ابنها. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول أوكرانيا اليوم. انسحاب جنود كنديين من منطقة في النيجر بعد هجوم لبوكو حرام. مفوضية اللاجئين تقول أزمة اللاجئين السوريين تدخل في مرحلة حرجة. أما صحيفة الجارديان البريطانية فقد كتبت في عناوينها: النيجر يمدد حالة الطوارئ في جنوب شرق البلاد لثلاثة أشهر. متحف متروبوليتان في نيويورك يقول تدمير تماثيل في الموصل تعد كارثة. المحادثات النووية الإيرانية تقترب من التوصل لاتفاق. الأوضاع في ليبيا تتدهور بعيدا عن أنظار العالم. إلى هنا نأتي وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.